اي صباح الخير، صباح النور. الخميس الونيس 27 ابريل 2017. عشان قبل كم يوم كنت مسوي ورشة عمل لعدة ستارت ابس عن التسويق وعن الاشياء اللي ممكن يسوونها وكيف ينجحون بالمجال اللي هم فيه وكيف يخلقون كونتنت مناسب وكيف يحددوا الجمهور الاخر. كان في احد المشاركين يمثل جمعية او جهة خيرية، فكان في تشالنج كبير عن الجمعيات الخيرية والجهات الخيرية والجمعيات الغير ربحية بطريقة او باخرى، كيف تسوي تسويق، كيف توصل للناس، كيف تكون رسالتهم لها معنى وبنفس الوقت تعطي انطباع جيد وتبين للناس الجهد اللي يسوونه، زائد كيف تخلي الناس تتفاعل معهم واما تتبرع ولا تشارك بالاشياء اللي يسوونها وتنشر الرسالة اللي يبغون يسوونها، اللي هي الرسالة عادة تكون رسالة نبيلة تهدف لشيء سامي جدا يساعد الناس في انها تعيش حياة افضل، تحل مشاكلها، تعالج الامراض اللي فيها اذا هي تخص امراض معينة، او ترعى الاهداف اللي تبغى تحققها اذا هي تسعى لتحقيق اهداف من توظيف، من رعاية ايتام، من علاج امراض، من جمعيات تدخين والاقلاع عن العادات السيئة، تحفيز على العادات الجيدة. كل هالامور هذه جيدة جدا، او حتى التبرع لأوجه الخير الكثيرة من بناء مساكن، توفير مياه إلى آخره. التشالنج الموجود في السعودية أنه أغلب الجمعيات الخيرية هذه تعاني من شيء واحد قوي، اللي هو عدم وجود استراتيجية واضحة ورؤية واضحة عن كيفية عمل البزنس هذا وكيفية الاستمرارية وبناء خطة تعتمد على تعزيز الديمومة وعدم الاعتماد على الآخرين في التبرع المباشر لدعم الجهود اللي يسوونها اللي تحتاج صرف مالي. يعني اليوم كثير من الجمعيات الحكومة وقفت الصرف عليها، وهذا منطقي. انت اسمك جمعية خيرية، مفروض تروح للناس تتواصل معهم تخليهم يدعمونك، تقنعهم بالهدف حقك النبيل ويقنعون، بعد ما يقتنعون هم حيتفاعلوا معك ويصرفوا فلوس ويكونوا مبسوطين حتى انهم جزء من النجاح اللي انت تسويه او الهدف. يعني تصير انت ملهم لدرجة انه كل واحد يبغى يركب معك القطار اللي انت راكب فيه ويروح للوجهة اللي انت رايح لها. نخفق كثير بالسعودية بهالمجال لسبب، لانه ما في رقية، ما في تأكيد واهتمام بإظهار صورة جميلة للبراند نفسها، للجهة الخيرية أو الغير ربحية خلنا نقول، وبنفس الوقت ما في استثمار بالناس اللي شغالة بالتسويق بالمجال هذا، ما في اعتماد لطرق علمية للتسويق لدعم الهدف اللي يبغون يحققونه أو نشر الصورة الذهنية الصحيحة له. يعني خذوا أي جمعية خيرية تعرفونها، شوفوا إيش يسوون بالتسويق، تلاقيهم بس ينشرون رقم الايبان يبغون فلوس، يصورون لما يوقعون اتفاقيات. طب هل هذا هو اللي يخليني انا كشخص عادي اليوم اقتنع باللي تسوونه؟ اوكي، كل الناس تبغى الاجر وكل الناس تبغى تروح للجنه، بس انتم ما انتم مقنعين. اليوم لما بدات تطلع الرسائل انه والله كثير من الجمعيات او جزء او بعض منها والى اخره من اللي توقفت كان لها جهود في دعم الارهاب وغيره، الناس بدات تخاف، يقول الله وانا حط فلوسي هنا ما ادري شو فيها، ايش عرفني انهم ما يدعمون منشأة ارهابية يمين ولا يسار. وهذا وارد وطبيعي جدا التخوف، ومن حق الناس انها تخاف. دورك انت كمسؤول عن جمعية خيرية، وانت كمسؤول تسويق، وانت كايجنسي ماسكة جمعية خيرية او الجهة الخيرية الغير ربحية، انك تعزز صورة كبيرة جدا وتبنيها وتوضح للناس ايش تسوي. افضل الامثلة اللي شفتها صراحة موجودة برا في شيء اسمه Charity Water، هدفهم الوحيد هو حفر آبار مياه نقية فريش للشرب في أماكن ضعيفة بالعالم ما تقدر تحفر آبار، يشربون مياه ملوثة يجيهم بالهارسية وأمراض كثيرة بهذا السبب. وش كانوا يسووا؟ كان في أحد الإيفنتس اللي حضرتها بوسطن، كانوا حاطين بالإيفنت، كانوا أخذين زاوية كجمعية وحطين فيها ممر، حاطين فيها جرائك الموية، الجوجز هذا الكبير أبو 10 كيلو وغيرها، أو 15 جالون ولا 10 ولا ما أدري كم حجمها، بس كبيرة، حاطينها فاضية. يقول لك شيلها وامشي فيها 50 متر،
تمشي فيها وهي فاضي عادي. يعبون في بالجهة الثانية مليانة موية، يقول شيلها وامشي فيها 50 متر. كثير من الناس ما يقدر يمشي، يقول تشوف المسافة اللي انت ما تقدر تمشيها هذه. في أطفال بأفريقيا وبالهند ومدروين بآسيا ما يقدرون يمشون يوميا 5 كيلو شايلين زي هذه فوق رأسهم، ما عليهم شوز، يمشون حافين يعني بالشمس بالبرد وبالمطر، وانت عندك مكيف ومدرمين وما قدرت تشيلها. الآن هذا مقنع بشكل مباشر كتفعيل للأشياء اللي يسوونها، وإنك تستغرب تقول والله عجيبة، ما عمر انتبه، خلني أشوف شو سووا. الآن الجانب الثاني اللي لازم تسويه بالماركتينج بهذا الخصوص، أظهر جهودك. شوفوا charitywater.org يسوون أشياء جميلة، أظهر جهودك للناس. كانوا يشوفون الحفار اللي يحفر الموية بأفريقيا حاطين عليه شريحة جوال، وفي تويتر كل فترة يصور ويرسل صورة على تويتر يقول شوفوا إحنا قاعدين نحفر بير في دولة أفريقية أو في دولة آسيوية ضعيفة أو إلى آخره. الآن هذا وش يعطي؟ أنا إذا تابعتك بلاقي انك والله فعلا قاعد تشتغل، قاعد توريني مش قاعد يصير، حط مايل ستونز، تحط تايم لابس للمشاريع وبسرعه تتغير، 360 صور، تجيب شهادات ناس على الارض تصورهم وهم يحفرون، تشوف شكل القريه قبل المويه وبعد. كل الامور هذه قاعده تطلع بشكل جميل جدا ورهيب. وبنفس الوقت فيها تحدي لك انت كمسؤول عن الجمعيه الخيريه، كيف تظهر جهودك هذه. ابسط الامثله في اللي قام على شركه ووتر، كان هو من الانفلونسرز اللي يسوون اعلانات لشركات الويسكي وغيرها من المشروبات القويه الغاليه. كانوا يدفعون له، يقول اجلس بالليله يدفعون لي $5,000 عشان بس احط منتجهم على الطاوله. مشهور جدا، بعدين يعني تحولت حياته، بدا يعمل باتجاه عمل الخير وغيره. فايش كان يسوي؟ كان يحفز الناس، يقول انا عيد ميلادي الحفله الجايه ما ابغى فلوس، حط صفحه على الموقع حق الجمعيه هذه، قال اللي يبغى يعطيني هديه يتبرع بالهديه حقتي لهذا السبب. فبدأوا الناس تجي، انت تقول انا عندي عيد ميلاد ولا عندي زواج ولا عندي مدري ايش، الهدايا اللي بتجيني ما ابغاها، حولوها على هذه الصفحه. فتخيل جمعيه خيريه اليوم حقت سرطان السرطان، اطفال اللي فيهم سرطان، أو حقت أمراض الكبد، أو حقت سرطان الثدي، أو حقت الأطفال المعوقين إلى آخره. حاط لاندنج بيج، حاطها باسم أحد المشاهير، ويقول والله المشهور هذا للناس اللي عنده، روحوا للصفحة هذه تبرر عشان تدعمون هذا الشيء. أو اللي عنده حفلة، أو عنده بيجي عزيمة، أو عنده whatever، كل الفلوس اللي راح تجيك تقدر تتبرع فيها لهالمكان. فأنا إذا بيجيني ناس بيهدوني بعيد ميلادي حاجة، أقول لهم روحوا وتبرعوا بهالصفحة باسمي وعليها صورتي وفي فيديو أنا حاطه بهالصفحة. تخيلوا جهود بسيطة زي هذه تخلي جمعيتك شيء رهيب، والبراند حقك كبير جدا من الناس يتابعونه ويشتغلون عليه. الأفكار كبيرة بهالمجال، شيكوا charitywater.org حتلاقون فيها فكرة كبيرة. وحسوي لاحقا إن شاء الله شيء مكثف لأحد الجهات الخيرية، أشارك معكم النتائج لما نخلص إن شاء الله. أشوفكم على خير، وويكند جميل، إلى اللقاء.